السينما بتحظى بكلام منك اكتر من المسرح، يعني ايه لو انك بالليل او يوم عندك الشغل بالليل وقدامك انك تختاري ما بين مسرحية او فيلم، تبص تلاقي الاول بتدوري على انه الاحسن في الفيلم ولا في المسرحية؟ على حسب جودة العمل، يعني اذا كان في مسرحية جيدة طبعا لازم اروح اتفرج عليها وبتبقى امتع بقى. يعني الحقيقة مشاهدة المسرح بتبقى امتع. بدل الاتنين في مستوى واحد، الاتنين ما على حسب بقى الظروف او على حسب انه احسن. يعني متابعتك للسينما ما بتحظاش بالاهتمام بحكم يعني انك انت سينمائية؟ العمل السينمائي يشدك اكتر من اي مجال تاني، والعمل المسرحي انا استفيد منه اكتر ما اتفرج على السينما كمان. ازاي استفيد؟ من خلال الفنانين او الممثلين هما بيمثلوا بستفاد منهم، لكن انا في السينما يعني لحد ما ببقى جمهور اكتر من عين فنانه مدققه مثلا، لان ما بستفادش انا، بستفاد كفيلم او كموضوع.